الآن مع كلمة إخواننا وأبناء جسدنا أهل السنة يلقيها إمام وخطيب جامع الإمام علي عليه السلام فضيلة الشيخ صلاح السعدون دامت توفيقاته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام، سائل المولى القدير أن يجمعنا على الحب والخير، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة المؤمنون، سادة الحضور، أحبابي، إن الزخم العطائي لثورة الإمام الحسين عليه السلام عطاء مستمر ودائم على مختلف العصور والدهور والأديان، فهي بمثابة المشعل الذي ينير الدرب للسائرين في سبيل رسالة الحق، الرسالة الإسلامية الخالدة. وفي نفس الوقت تنهدم الهياكل الوهمية التي بنت دعائمها على عروش وكراسي من الشمع، سرعان ما تذوب بحرارة الثورة الحسينية المباركة. وهذا العطاء الدائم المستمر للثورة يا أحبابي طالما غذى الغصون الإسلامية حتى نمت وترعرعت ببركة ثورة أبي الشهداء الإمام الحسين الخالد، فهي كانت ولا تزال وستكون نبراسا لكل إنسان معذب ومضطهد على وجه هذه الأرض، وهي الأمل المنشود لكل الناس الخيرين الذين يدافعون عن حقهم في العيش بسلام وأمان. فهذه القرون تأتي وتذوب قرناً بعد قرن كما تذوب حبة الملح في المحيط. وهذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اسمه باق في القلوب وفي الأفكار وفي الضمائر، فهو أكبر من القرون بل وأكبر من الزمن، لأنه عاش لله وجاهد في سبيله واستشهد في رضوانه، فهو مع الله والله معه، ومن كان الله معه فهو باق. وإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد تمخضت وكشفت عن جانبين مهمين، أولا الجانب العاطفي للثورة، وهي الثورة الوحيدة في العالم التي لو تسنى لكل فرد مهما كان معتقده وفكره أن يقرأ مسرحيتها بكل أبعادها وتفاصيلها، وما تمكن أن يملك دمعته وعبرته. وكما هو المعروف الآن يا أحبابي في البلاد غير الإسلامية كالهند وبعض الدول في أفريقيا، حيث يقرأ بعض أبناؤها ملحمة واقعة الطف في كربلاء، فإنهم لا يملكون إلا أن يجهشوا بالبكاء، وقد يؤدي أحياناً إلى ضرب الصدور لا شعورياً، لأنها مأساة أليمة تتصدع القلوب لهولها ومصابها. ولذلك إخوة الإيمان، كما وصفها المؤرخ الإنجليزي الشهير جيبون، هذا المؤرخ يقول إن مأساة الحسين المروعة بالرغم من تقادم عهدها وتباين موطنها لا بد أن تثير العطف والحنان في نفس أقل القراء إحساناً وأقساهم قلباً،
وأكثر من هذا يا أحبابي في تاريخ الطبري إنه قد روي الذين قاتلوا رجال الثورة المباركة لم يملكوا أنفسهم من البكاء. هذا عمر بن سعد قائد الجيش الأموي في كربلاء يبكي عندما جاءته زينب بنت علي عليهم السلام قائلة له: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ صرف وجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته. وأيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي قيل: بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هاجموا على عياله يسلبونهم وهم يبكون. جاء رجل إلى فاطمة بنت الحسين عليهما السلام وأراد سلبها وهو يبكي. قالت له: لماذا تبكي إذن؟ قال لها: أخاف أن يأخذه غيري. لماذا تسلب؟ أخاف أن يأخذه. كيف لا تكون كذلك؟ وهي المأساة التي أدت أو أدمت قلب الإنسانية جمعاء وأقرعت جفونها تألماً وتأثراً، لأن فيها قتل الشيخ الطاعن في السن الذي جاوز 70 من العمر، وقتل فيها الكهل وهم الغالبية من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وفيها الصبي الذي جاوز الحلم ولما من بني هاشم وأقمارهم وفتيان أصحابهم، وفيهم الطفل الرضيع والمرأة العجوز، وفيها التمثيل بأجساد الشهداء وردها بحوافر الخيل، نعم، وقطع رؤوسها وحرمان النساء والأطفال من الماء مآسي كثيرة، ونهب الخيام وحرقها، واتخذ بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن القريب والبعيد. وإلى ما هنالك من مآسي وآلام التي حلت بشهداء هذه الثورة المباركة. أما الجانب الثاني هو الجانب العقائدي للثورة. إذا أردنا دراسة هذا الجانب فلم نعلم أو لم نعرف هناك ثورة بالتاريخ عرفت بعقائديتها بهذا اللون من الاعتقاد والتفاني من أجله كثورة الإمام أبي الأحرار الحسين عليه السلام. والإنسان يا أخوة الإيمان لا يمكن له أن يعرف المستوى العقائدي لثورة من الثورات إلا أن يدرس النصوص والوثائق لقادة هذه الثورات وأنصارها. وثورة الإمام الحسين عليه السلام بلغت بعقائديتها الذروة العليا في الوعي والعمق لدى قائدها وأتباعه وأنصاره، فهي لم تختلف وعياً منذ أن أعلنت حتى آخر نفس من حياة رجالها على مختلف المستويات الثقافية والإدراكية لرجالها. هذا الشيخ الكبير يحمل نفس الوعي للثورة الحسينية الذي يحمله الكهل ويحمله الفتى، وحتى الذي لم يبلغ الحلم يحمل نفس هذه الروح لدى رجالها وأبطالها. فلو تصفحنا الوثائق الأولى لقائد هذه الثورة الإمام الحسين عليه السلام لرأيناها تحمل نفس روح الوثائق التي قال الإمام الحسين في آخر عهده في الحياة الدنيا. ماذا قال في الثورة على حكم يزيد ابن معاوية؟ ثانياً إقامة الشريعة الإسلامية وتطبيقها. قام المخالفة التي أشاعها الحاكم آنذاك ثورة الإمام الحسين عليه السلام هدفت في قيام هذين الخطين: تغيير جهاز الحاكم وتطبيق الشريعية الإسلامية الغراء. وهذا هو من أهداف الإمام الحسين عليه السلام من ثورته على الحكم، حيث عرض نفسه وأهل بيته وأصحابه للقتل والسلب والنهب. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الهدف المقدس.
وليس يا أحبابي بالصحيح ما يقوله البعض من أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام نتيجة مرحلة زمنية اقتضتها التطورات التاريخية آنذاك. لا يا أحبابي، بل الدافع الرئيسي الوحيد للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هو تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة عليها، وإن أدى ذلك إلى سفك دمه. ويسند قولنا هذا ما جاء في بعض نصوص خطبه ورسائله، فمن خطبه أولاً يقول عليه السلام: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. انظر إلى تاريخ الطبري، وأيضا في تاريخ الطبري: ولقد بعثت فيكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. وكذلك يا إخوة الإيمان، كذلك يا أحبابي، هناك مقولة له سلام الله تعالى عليه: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ وهناك كذلك مقولة له عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي عليهما السلام. انظر إلى بحار الأنوار للعلامة المجلسي، فإن هذه المقتطفات يا إخوة الإيمان من خطب ورسائل الإمام الحسين عليه السلام لهي نصوص صريحة واضحة لا شبهة ولا غبن فيها في بيان غرضه وهدفه عليه السلام، فإنها جميعا تدل على أن الحكم القائم آنذاك حكم كان يعمل بكل قوة على تقويض الشريعة الإسلامية من جذورها وإشاعة المنكر والباطل ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلا لمقاومة المنكر والباطل وأحياء السنة النبوية المطهرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت. ولن يطلب الحكم والمنصب قط، لأنه من بيت أهل النبوة الذين لم يأتوا للملك إلا أن يقوم المعوج ويدعو إلى الحق ويدفع الباطل. نعم يا أحبابي، هذا جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته المباركة، فرضت عليه رجالات قريش الملك والسيادة والمال على أن يترك دعوته وقول الحق، فأبى النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لعمه بأن يخاطب هؤلاء، يخاطب: يا عمه، لو عرض الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه أو أهلك دون في رواية، ما تركته. نعم يا أحبابي، فيا إخوة الإيمان، هذا هو نهج الإمام الحسين عليه السلام. هل البشرية اليوم تمشي على أثره وتقتفي أثره؟ إلا من رحم ربي، وهؤلاء الوجوه المباركة إن شاء الله. الكثير يتكلمون بالمحبة للإمام الحسين وإلى نساء أهل البيت، لكن يا أخوان، ينبغي للكلام أن يوافق العمل. إن لم يكن قولاً وفعلاً لم يكن بركة فيه. التقصير فينا لأننا لم ندعو، فالإمام الحسين هو راحة للنفوس، نهجه تطبيق الشريعة الإسلامية، كتاب الله وهدي رسول الله، الكل يجتمعون على الإمام الحسين لا اختلاف في ذلك. يقرأوا تاريخه، سيرته، صلاته، عبادته. والنساء ينبغي لها أن تتبع نساء أهل البيت بعلمهن وعفتهن وأخلاقهن وعبادتهن وتقواهن، عليكن بتطبيقهن بكل صغيرة وكبيرة.
الذي يحب الإمام الحسين هكذا نهجه، الذي تحب نساء البيت تطبق، تقتدي بنساء البيت، نطبق في كل صغيرة وكبيرة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تحصل إلهه وتدعي حبه، إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما من يدعي الآن بالدولة الإسلامية، هناك الخوارج الجدد يدعون الدولة الإسلامية ويدعون تطبيق الشريعة علينا. أي شريعة هذه؟ تفجير، تفخيخ، قتل الأبرياء. لم يسلم منهم والله لا الشجر ولا الحجر ولا البشر، يدعون أنهم يطبقوا الشريعة الإسلامية ويسمون أنهم بالدولة الإسلامية. لا والله، بريئة منهم الدولة الإسلامية. والنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أهل الديانات الأخرى غير المسلمين، ماذا يقول في حقهم رسول الله؟ فليسمع الدواعش ومن يساندهم أو اغتر بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسلم ظلم ذمي أنا حجيجه يوم القيامة. ويقول في حق أهل الديانة الأخرى، نعم، ماذا يقول؟ من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة، وإن لريحها من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية 500 عام. هذا في حق أهل الكتاب، ما بالكم بمن قتل مسلم بريء، مؤمن بريء. والمؤمن يا أحبابي الذي ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الحمد لله نحن مسلمون، أو كمسلمين نؤمن بهذا الإيمان. طيب، يأتي الداعشي ويأتي بالسيارة المفخخة والعبوة الناسفة ويضعها في سوق من الأسواق، وأنتم تشهدون، هاي بغداد، هذه بغداد شاهدة على أجرامهم، والمحافظات تشهد بذلك يا أحبابي. قتل الشيخ الكبير الطاعن، والمرأة العجوز، والموظف الذهب لدائرته، والطالب والطالبة في مدرسته، ويقتل الشرطي والجندي الذين يسهرون من أجلنا، يسهرون الليالي من أجل أن ننام، يعرضون أنفسهم للخطر من أجل أن نعيش وأن نسلم، يقتلونهم بدون رحمة. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ شوه الدين الإسلامي بكل صوره وأشكاله وكل محاسنه. المسلم في أوروبا اليوم مطعطع الرأس بسبب هذا الفكر المنحرف، محتقر المسلم في الدول الغربية يا أحبابي بسبب الدواعش. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، الله إذا لم يقبل بقتل الذمي وأهل الكتاب، لا يقبل سبحانه وتعالى بقتل المسلم، وغلظ في ذلك. الحديث القدسي يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الآدمي، وكلمة الآدمي المسلم وغير مسلم، الآدمي بنيان الله، لعن الله من قتله. أين أنتم من هذه الأحاديث المباركة؟ والحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات. أين أنتم منها يا إرهابيين؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا حديث نبوي. حديث آخر، يوجد حديث آخر، نعم، أمرت أن لا أقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله وعرضه. لا حول ولا قوة. وماذا قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من الحياة وقبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
أين أنتم من هذه الأحاديث؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. ويأتي الدواعش ويضعون الرجل شرطياً كان أم جندياً، يضعون في قفص ويحرقونه أمام أعيننا وأعينكم يا أحبابي. أي دين هذا؟ والله لتشويه الدين الإسلامي يا أخوان. والله إذا لم نتكاتف ونضع أيدينا ببعض وأن ندعم قواتنا المسلحة يا أحبابي، والله على العراق السلام. والله ينبغي أن نتنازل وقول للسياسيين: اتقوا الله فينا، اتقوا الله، والله نتمنى لكم الخير، أسأل الله أن يصلحكم وأن يصلحنا. وينبغي لكل إنسان أن لا يشتم السياسي لأنها من باب الغيبة. السياسي ما جاء إلا بصوت من أصواتنا يا أحبابي، ادعوا لهم، والله احنا مقصرين، المفروض نقول اللهم اهدهم يا الله. فلنتكاتف ولنتآزر وأن نحفظ بلدنا، ترى بلدنا والله إذا ما نحافظ عليه ما يصلح سكن. أسأل الله أن يجمع شملنا ولا يفرقنا، وأسأل الله أن يدحر الإرهاب وأن يجعل الأمن والأمان، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عذرا على الإطالة.